بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظك الله ورعاك، الشيوخ أصحاب السعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتشرف مدينة كلباء بزيارة سموكم وتكتمل سعادة أهلها وفرحتهم بإنجاز المشاريع التي وجهت سموك بتنفيذها من المرحلة الثانية، بهجة جديدة تتزين بها مدينة كلباء التي تغمرها اليوم فرحة 41 أسرة يتسلم به أصحاب الأراضي شهادات الملكية الخاصة بهم التي أعيد تأهيلها ضمن مشروع بنايات منطقة سهيلة في كلباء، مشروع بلغت تكلفته 86 مليوناً و700 ألف درهم ضمن مشاريع تنموية في المنطقة تعكس اهتمام سموكم بالإنسان والبنيان. اليوم تكتمل الفرحة بإنجاز 41 بناية تجارية بعد أن تم إزالة المباني القديمة واستبدالها بمبان حديثة مكتملة الخدمات تسهم في النهضة الاقتصادية والسياحية. الحضور الكريم، يبلغ عدد الوحدات السكنية 163 شقة، وعدد المحال التجارية 123 محلاً تجارياً. بالإضافة إلى ذلك، توفير الخدمات المجاورة لها، فقد تم توفير طريق خدمة أمامي وخلفي، وذلك بتوجيهات سموكم، وبلغ عدد المواقف التي تم رصفها 250 موقفاً للتخديم على هذه البنايات التجارية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يوم سعيد بالنسبة لنا جميعا في كلباء ومنطقة كلباء، و نحن قبل قليل كنا في منطقة الساف، وهناك توزيع المساكن على المواطنين، واليوم إن شاء الله نوزع هذه العمارات على أصحابها. لا نقول نهبهم، لا لا، هي لهم. و نحن قبل أن نبدأ في بناء هذه العمارات كان هناك ملك، وانتزع هذا الملك وبني مكان هذا، ونحن يعني نلتمس منكم العذر للتأخير مدة سنتين أو أكثر. ربما كان رزق يأتي من هذه المحلات أو البيوت أو الدكاكين، ونحن تسببنا في حرمانكم منها. لكن الآن لكل بيت 150 ألف، هذا ما نقول، لا نقول إكرام، نقول تعويض عن التأخير وعن انقطاع الرزق. فلكل عمارة صاحب عمارة يكون 150 ألف. ما نسميها، وحذر المسؤولين يقولوا إكرامية ولا لا، نقول 150 حق من أصحاب هذه، حق من أصحاب هذه العمارات. نحن الآن على طريق الشيخ سعيد بن حمد، لكن الآن انتهت هذه العمارات إلى هنا. الآن ما خلف هذه العمارات في بيوت، بيوت قديمة، بيوت مأهولة، بيوت خالد. فنحن الآن سنبدأ بتعمير المنطقة الخلفية، ومن كان يرتقب أن يأتيه شيء، أنا شيء من الدخل يعني، إن شاء الله نحن ما ننساه يعني، لأن هذه المنطقة لا بد أن تعمر،
من شارع الشيخ سعيد بن حماد إلى أن نصل شارع الوحدة في الخلف، وأما ما بعده فهي كلها للإسكان إن شاء الله. لكن هنا لا، هذه منطقة جزء من مدينة كلبة، وهو قلب المدينة هنا، فلا بد أن تعمر. يسأل السائل يقول طيب هذا أنت حين شقاق ودكاكين وغير من وين بني بلا مؤجرين؟ نقول لا، الخير آتي، ها لا تكسر مياديفك قبل الطوفان، خلينا نحن نجدف ونطور البلد ونطورها بحيث تكون مدينة عامرة، لكن مش أزرع فيها والله مصانع تلوث أو أشياء تخرب، أو أجيب ناس أخلطهم في هذا المجتمع وأخرب المجتمع. لا لا، نحافظ على هذا المجتمع، ولا إذا كان تطوير نطور أولادنا، إذا كان مشروعات لابد أن تكون مناسبة يعني للإنسان، ونطور البلد بحيث يكون فيها العمل. الآن المسكن موجود والتعليم موجود، الآن باقي الوظيفة، الآن الأعداد كبيرة يعني الذين يطلبون الوظيفة يعني، وأصبحت الوظيفة الآن حكر على الحكومة، هي لابد تعمل وتوظف وغيرها. إذن الحكومة لازم تعمل مشروعات. نحن الآن مثلا في المنطقة الوسطى شغالين فيها هذه بأسباب الزراعة والكذا، إذن حتى هنا نحن نستطيع أن نعمل مشروعات لا تضر البيئة، لا تضر الناس، لا تضر الأطفال، محافظا عليها، الاستنشاق يكون من جو نظيف ما فيه تلوث، وهذا كله إن شاء الله يعني يضيف لهذه البلد من شواطئ جميلة وكذا، أن الكثيرين يرغبون يسكنون فيها. فإن شاء الله نأمل أن يكون من يأتينا ليسكن فيها يكون مننا أو شكلنا أو بإيماننا، لكن ما يكون بإنسان تعرف. الآن أنت لما تجي تختار هذا الساكن اللي بيسكن عندك يقول اختار الجار قبل الدار، ما تعرف هذا شو انت عنده، تقول لا انا بحفظ نفسي، بس هالولد بيلعب وياهم بيختلط وياهم، شوف كيف. طب من المسبب؟ انت يا شيخ مسبب هذا، انت جبت لنا هالمصايب هذه، صح ولا لا؟ ها الله سبحانه وتعالى ان شاء الله يلهمنا ويهدينا ان لا نتصرف بهذه التصرفات، أي خطأ يعني يقول يعني والله أنا ما أخذت بالي، ماشي شيء اسمه ما أخذت بالك، والله أنا سهي علي، ماشي شيء اسمه سهي علي. أنت الشيخ الآن تعرف كل شيء، تتصل بكل شيء، تعرف أنت عارف الموضوع، فمن ناحيتي أنا ما بأخرب يعني ولا بعمل، وإن شاء الله يعني في هذه الأمور نعمل مراسيم موثقة حتى أنا الله إذا استخرني وإذا من يأتي بعدي يلتزم بهذه، لما نضيعها يعني وما نضيع في خراب البلد أو لا لا لا. مطلوب بس يعني من الناس شوي يربوا الأولاد التربية الحسنة، يعني أولادكم صح ولا لا؟ ونحن تلاحظون يعني في كل كلماتنا كلها يعني فيها الهداية، فأنت الآن أنت اللي تجلس مع الولد وتناجيه وتكلمه وغيره، هذا ترى جزء من كبدك، خلي بالك منه، لأن الآن القادم معظم شر، ونحن ما ممكن نركض وراء الأولاد صغار في الشوارع ولا كبار في تويتر ولا غيره، لا مفروض ناصحونه وتهدونهم وتجدوا لهم يعني. ونحن مراكز في كل مكان، مراكز للبنات للأطفال يعني، ما متوقفين يعني.
فالواحد يقول يعني هذا طبعا كيف يعني أنا هذا برنامجي اليومي نحن نناقش هاي الأمور كلها يعني هالمراكز هالمدارس كل يوم في نقاش وما عندنا شيء آخر لا تسلية ولا غيره لكن باقي علينا بس إن شاء الله أنتم وإن شاء الله نحن اليوم نوزع هذه وتكون يعني نقول العذر يعني قبل يعني في نفوسكم بأن نحن يعني أننا يعني تأخرنا عليكم لكن إن شاء الله نعيدكم إن شاء الله في الهدي القادم إن شاء الله ما نتأخر على الناس نقول يعني قبل ما تشل عطى الناس عطى فلوسهم ف يعني لا يقول المثل حفظت شيئا وغابت عنك أشياء ولا إن شاء الله إن شاء الله هذه المباني إن شاء الله يعني تكون تجيب عائد والبلد إن شاء الله يكون فيها التطور فنتمنى لكم إن شاء الله التوفيق وهذا ليس يعني هنا التعبير عند هذين الإعلاميين تعبير خاطئ منح مش عارف إيش أكرم الكلام هذا الكلمات ها في كلمات أحسن منها توجب عليه أن يقوم بك توجب عليه أن يقوم بك ما يقولون هكذا توجب عليه أن يقول يعني واجب يبقى هكذا هذه بالنسبة للإعلاميين مع الأسف يعني وأنا كل يوم أنفخ فيهم وكأني أنفخ في قربهم مقطوعة ما لا تملأ ولا فلذلك يعني نقول هذا حيذيعون كذا تقرب الشيخ ووهب لا يعني نقول لكم إياه إيه 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 قام ببناء هذه وعادها من أملاكهم وعادها إلى أملاكهم خلاص إيه هكذا صلحوا هذه لأصحاب الميكروفون إيه صلحوا التعبير يعني والحمد لله وشكرا شكرا على هالتجمع والآن يسعدنا أن ندعو راعي الحفلة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لتسليم البنايات التجارية للمستفيدين فليتفضل مشكورا اسم مالك البناية حمد بن أحمد بن حمد شيباني ورثة يمع بن حيدر جعفر محمد سبت فاطمة علي محمد العواي اليماحي إبراهيم محمد عبد الله الدرمكي وينوب عنه حمدان الزريف فاطمة راشد عبيد ورثة سعيد عبيد أحمد سالم يمع محمد حيدر
خميس محمد المدفع، ورثته عبد الله قنبر عبد الله، عبد الله محمد عبد الله، مايد محمد سالم بن ربيع العويد، خميس علي مفتاح الكعبي، ناصر إبراهيم جاسم بيرق اللوغاني، مبارك سالم عبيد بن عامر ويتسلم ينوب عنه محمد الأميري، آمنة عبد الرزاق عبد الرحيم وينوب عنها مايد الشامسي، ميمونة أحمد محمود، عبد الله محمد جاسم محمد الريسي، حاجي عبيد حاجي المراشدة، أحمد محمد مبارك عبد الله، إبراهيم يوسف إبراهيم وخميس عبيد محمد سالم، عبد الرحمن عبد العزيز عبد الرحمن الزرعوني وسليمان عبيد حمد الزعابي، خميس سعيد غميل النعيمي وعايشة سعيد يمعة، صفية أحمد عبود ثاني وفاطمة محمد يعقوب البيرق اللوغاني، عبد الرحمن قنبر عبد الله الزرعوني، سعيد سالم أحمد الزيودي، عبد الله سالم عبد الله الكعبي وعائشة سالم عبد الله الكعبي، علي عبيد بن حسين،
إبراهيم يوسف إبراهيم محمد الزرعوني. حسن ومحمد وتركي وفاطمة ونورة وسمية ومنى أبناء عبد الله بن محمد المدحاني. خميس عبيد محمد سالم النقبي. عبد الله اسماعيل عبد الله بوصيم آل علي وخالد اسماعيل عبد الله بوصيم. يوسف ابراهيم بوصيم. سيف محمد صالح عبد الله القايدي. عبد الله محمد رفيع المنصوري. حمدان سالم سعيد مطر الحفيتي. عبد الله علي سالم الكندي. أمينة مبارك علي حنيفة البلوشي. محمد عبد الله محمد الملا. عبد الرحمن عبد العزيز عبد الرحمن الزرعوني. وقف الشيخ سعيد بن حمد القاسمي.